حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض الدكتور نجيب غلاب، مستشار رئيس الوزراء اليمني ورئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. قوات الشرعية تحكم سيطرتها على مناطق استراتيجية محيطة بمركز مديرية باقم في شمال محافظة صعدة، ماذا يمثل ذلك بالنسبة لسير المعارك على الأرض، أهمية المنطقة والمواقع الاستراتيجية التي حصلت عليها؟ نعم، هذه المناطق هي في غاية الأهمية. صعدة تعتبر هي المركز الأساسي للميليشيات الحوثية، وهي من ناحية فعلية تعتبر هي من تدير صنعاء، وأغلب أنشطتها الحوثية موجودة في محافظة صعدة، وبالتالي الضغط على صعدة من باقم وأيضا في ناطع وفي رازح، وهذه التحولات المهمة والمحاور التي تدير معارك باتجاه مدينة صعدة وباتجاه مران مركز محافظة يعني المركز الأساسي الذي يحكم اليمن من ناحية فعلية، وأيضا مسألة تحرير صنعاء وترك صعدة سيكون له تأثير باستمرار الحرب وعدم استقرار اليمن، وربما يكون هناك حروب مستدامة، وبالتالي حسم معركة صعدة هي من أهم المحاور اليوم. طيب هي من أهم المحاور، طيب لماذا يجعلها كذلك فيما يخص أيضا قطع الإمدادات عن الميليشيات وفيما يخص تقدم قوات شرعية في سبيل تحرير باقي المناطق المحيطة أيضا؟ نعم، الجبهات في يعني أغلبها متحركة اليوم. هناك إنجازات في جبهة نهم، هناك إنجازات أيضا في الساحل الغربي، هناك معارك في تعز، هناك معارك في البيضة، وهناك جبهات أخرى سيتم التركيز عليها في الفترة القادمة، لكن اليوم التقدم الواضح والأهم ربما هو في محور صعدة. بهذا إذن شكرا لك على هذه المداخلة. معنا الدكتور نجيب غلاب، مستشار رئيس الوزراء اليمني ورئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا لك.